احنا معزومين عند دكتور طلب مهند اليوم، نروح انا وياك، انا وياك والولاد. اه شوفي يا خذي معنا ضرب مهند، بيت بيت واحد، حال حال واحد، شوفيها نفطر واحد معك انت. اه قولي لي الله يسعدك. حلوين شو في؟ انا واهلي ضر عمي ومرتي والاولاد جايين. طب انا عازمك انت، بقول ابوي عازمك انت، بتعزم لي ضر عمك؟ انت بتعزم لي ضر عمك وضر اهلك واهلك، شو في؟ ايش في؟ بيت بدكو 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 قاعه عمي، بدكو قاعه شرطه، شو اسكت انت؟ انت لازم تحكي معي تقول لي. انا عاد بدي 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 خلص فش عزلي خلصنا. شو صرت شو صرت تنزلني السبب؟ شو في؟ ليش هيك بتتصرف انت يعني؟ شو انت شوف بدي اديسكم شو مالك؟ ابا يوسف خذ غرفك يلا خذ غرفك يلا يابا. كيف الوقت يابا بيمشي برمضان؟ كيف؟ واحد تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بيرجع هذا شغلك بينفعش. افطور برا خلصنا، فاهم علي انت؟ انت بتفطر برا واحنا ماكلينها هون، احنا شو ماكلينها؟ ما فيش فطور زي البردميه، شو في مالك؟ يعني انت بس سحر عامل لها سحر بس الك الفطور؟ شو في مالك؟ احكي شو مفطرين اليوم؟ شو مفطرين؟ حي الله هيك على السريع يعني، يلا خلص خلصنا يعني، المهم لانك مش موجود يا معلم. ولا ايه فش فطور برا ده شو اللي بشو بدي يا زلمه؟ بس تفطر انت هون تمر انت الليمونادة تقلي قطايف لما تشم ريحتك انك مش مفطر هون احط محل. احنا منعيش بصحراء هاي اللي عديت هالشغلات كلها ما فيش منها شيء. رايك يعني بالمساواة بين الرجل والمرأة؟ انا اؤيد المساواة بين الرجل، انا اكثر انسان بالعالم بايد المساواة. تنزل تقصر، تنزل تضرب بالعمار مسامير وشوكيج واضرب اضرب بساوي، ليش يعني انا اتساوى معاوي ما تتساواش معي؟ يلا جاوب. تعادل، لازم يكون تعادل، تساوى بكل شيء، اطبخ بطبخ بس انزل اسري انزل هم عمري لازم يكون مساواة، لازم احنا يوم نريح النساء، يعني يوم انت تجهز الفطور محلها مساواة. معناته هني كمان لازم يريحوا الرجال، يجي يضربوا لهم يوم بالإقصارة، تيجي امك تضرب لها يوم على الفندلي. اسكت مالك يا مهند؟ اذا مش عارف بعدني صايم ولا افطرت. انت مفطر ليش؟ شوي اشرح لك. اشرح لي. تزحلقت بالمطبخ. بلعت كنه صحنين لحمه، كاسة ملوخية، كاسة لبن، حطين قطايف وكاسة شراب كنه. بعرفش انا افطرت ولا شو. لا يا بدي مفطر ومتغدى ومتعشى ومتسحر كمان. الك خاطر انت كاي تبلع امك ما ضلش غير تبلع امك، وبتقول لي مفطر؟ ما ضلش غير امك تبلع. الساعة 3 بضل 4 ساعات، الساعة 4 بضل 3 ساعات، الساعة 5 بضل 6. ما بقول الله أكبر، وين السيجارة؟ أمو محلى اللقطة هاي بستناها يا الله يا الله. أوف أوف اسمع بخاف والله، إذا بخاف والله صايم. أنا صايم صايم، أنا يا زلمة صايم. كيف بدك إياني أشلي حق رمضان وأنا صايم؟ أشوف حالي يا زلمة صايم، كان هي بعد رمضان. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا الله، استغفر الله اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، اللهم اني صايم، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. يا مهند يا مهند صايم، خلينا بعد رمضان يا مهند. استغفر الله العظيم، لا اله الا الله،
استغفر الله العظيم اتوب اليك يا الله. لما اني صايم لما اني صايم. خلصنا؟ لا ما خلصناه. شو بعد؟ ضل لسه الدرس. استغفر الله العظيم اتوب اليك. استغفر الله. بغير البنطلون. لما اني صايم بقدرش يا مهند اضرب انا ادم صايم. خليني بعد الفطور. يما اليوم عازم 10 من اصحابي. يا ميت اهلا وسهلا بشرفه يما بشرفه. شو 10؟ 2-2 يما. شو 10؟ 1 الله. نايم وحاطط الجرز دخان جنبه مجهزه لبعد الفطور. شو جاهز؟ شو خصك انت شو مجهز؟ انت بشغلك انت وانت بحالك. وبس يلطقها بس يقول الله اكبر وبتشوف كل مطير وضوح. يا رب. بدكم حطوا بحال خلينا نحضر حالنا. شو بده؟ ايش بده؟ حطوا دوالي. دوالي ليه؟ عشان دغري دغري اهجم. الا ليه بقول لي يا رب يا رب يا رب. شو يعني انا مش جاي؟ انا عندي حل حكين. عندي حل لهالموضوع. قنبر ما جابش حلو اليوم. تفضل معي. وين عجلي؟ انا كل واحد بيجيب شيء معه عجل وبس. انا اول مره انت بدك تيجي اليوم عشان تتعلم كيف تجي معك. تقوليش انت كاكيني مسكري من القدس لهون كل انت كاكيني مسكري. ما فيش وقت. اجلي تعال. شو هو اجلي؟ هو اجلي علي لانه ما جابش شيء معه. طيب بحب اعلمكم انه كل حدا بيشتغل برمضان بالليل هون بفطر هون. انا مش ليل وانا مش ليل. انا ليل يعني؟ انا ليل؟ انا على السبعة بطفي. على السبعة. شو يابا؟ كيف الوقت يابا بيمشي برمضان؟ كيف؟ واحد تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بعد بيرجع نفس الشيء. جاي عنا أحلى ضيف في الدنيا. مين مهند الضيف السهل؟ تفضل أهلا وسهلا. السلام عليكم. بعد الفطور عشان بعد الفطور. بعد الفطور. شو فيه؟ بعد الفطور بعد الفطور بعد الفطور. خلص اسمع مني بعد الفطور. اصبر شوي. جايب جايب صفطين. ليه جايب صفطين؟ هذا عشانك زعلت مني الصبح عشان الخزانه. وهذا عشان ما اكونش علي الحياه. يلا شايف البهادل شو بتعمل؟ يعني هيك شايف البهادل شو بتعمل؟ مصلط من الجلي. مصلط حاله من الجلي. يعني هيك خلص احنا راضيين معك. هيك راضي. هيك اسم اصحابك قد ما بدك يا الله. هيك اصحاب يا بلاش.